هلا اميغوس، انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سو زي ما قريتوا فيديو اليوم رح يكون عن روتيني لاول يوم الي في الجامعه كليه الطب. بس قبل ما نبلش بالفيديو بدي اياكم هلا تروحوا تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، اضغطوا على الجرس لانه الجرس بنفس اهميه السبسكرايب، حطوا لهالفيديو هذا بيج لايك مشان انكم تحمسوني انه انا اصور اكثر. خلينا نفجر هالفيديو هذا لايكات، كمان لا تنسوا انكم تتابعوني على الانستغرام تبعي، هناك دائما بتواصل معكم. سو كمان بدي اقول لكم شغله، انه هاي السنه الدراسيه بالنسبه لي رح تكون كتير صعبه، يعني الضغط مش طبيعي، فلهيك رح حدد يعني وقت لتنزيل الفيديوهات تبعي. رح يكون دائما في فيديوين في الاسبوع ان شاء الله بحاول على قدي. خلافا عن هيك رح صير كل ويكند معكم في تطبيق اليوناو، اسوي لكم بثوث مباشره اجاوب فيها على كل اسئلتكم، نتناقش فيها على مواضيع تكون كبيره. انا دائما بتوصلني رساله على الانستغرام، وبسبب انه انا كتير مشغوله ما فيني ارد على الكل، فلهيك لقيت افضل طريقه انه نتواصل سوا مع بعض هي اليوناو. فيني اسوي بث مباشر معكم، شوفوني واشوفكم، وهالشيء عن جد كتير رح يبسطني لانه انتم بتشوفوني بس انا ما بشوفكم. سو بدي اياكم هلا توقفوا الفيديو وتروحوا تتابعوني على اليوناو، رح خليكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس، واللي مو محمل تطبيق اليوناو يروح يحمله. رح كون كتير 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 متحمسه لاول بث مباشر معكم، تخيلوا انكم تشوفوني واشوفكم، ندرس سوا، نحكي في مواضيع اللي ما نقدر نحكيها في اليوتيوب، واجاوب كمان على كل مشاكلكم وكل قصصكم اللي بتوصلني على الانستغرام وانا ما فيني ارد عليه. فبدي اياكم هلا تروحوا وركزوا وتحملوا تطبيق اليوناو. رح يكون في بث مباشر كل يوم جمعة وسبت الساعة 9 المساء بتوقيت السعودية. هلا رغينا وحكينا كتير، فبخليكم مع الفيديو. بصحى على الساعة 6 الصبح، أول شي هو أروح على الحمام أغسل وشي، بستعمل غسول وش من لاغوش بوزي، بعدين افرش اسناني، وزي ما شايفين حركه الهبله يعني هاد كيف انا اصطبح الصبح. ودائما بحكي لكم على ماء الورد، انا دائما ماء الورد استعمله في الصباح وفي الليل قبل ما انام، يعني هالشي ثابت من روتيني للعنايه بالبشره. بعدين الشغله اللي تلفت انتباهي انه انا لازم اغير الميه تبع مزهريه الورود، يعني هاي كل صباح لازم اسويها. سو اجهز قهوتي واجهز قعدتي الصباحيه، انا كتير بحب اقعد في البلكونه اشم الهواء النقي تبع الصباح وهيك. ما بعرف يا جماعه، انا هي الاشياء البسيطه اللي كتير سيمبل وكتير عفويه بتحسسني كتير بالطاقه الايجابيه وبالحياه. اكتبوا لي تحت انتم شو الاشياء اللي بتسووها على اول الصبح وتعطيكم طاقه كتير ايجابيه، عن جد هيك بدي اعرف عنكم. ما عم علي صوتي، اول شي لانه لسه صاحية من النوم، مغسلة شعراتي، ثاني شي الطقس البارد والهواء البارد عم يخليني بس استمتع بهي اللحظة الصباحية اللي كتير حلوة، بنفس الوقت ما ياسم لسه نايمة فما بدي ازعجها، يا ما بعرف ليه عم حس حالي انه انا الوحيدة اللي صاحية الصبح، ما بعرف. شبكة عنكبوت كل مرة عم بلمسها انا ما بدي ازعجها، فاهمين شلون؟ ما بدي خربلها بيتها، تخيلوا انه انا طيبتي وصلت لهالدرجة. فاكرين خربت لهم من كم يوم كتير بيوت، فقهروا لي قلبي، انا اصلا كنت عم بخربهم، كان قلبي من جوا عم يقهرني، بعرف ليه، برغم انها عناكب يعني من الحشرات بصراحة مش حلوة. انوي في حدا في الصباح يحكي عن العناكب بس ميرا؟ انا ما بدي اياك بس ما بدي تنساني، ضلك حطني عم بعد وتخيل انه مع بعض، ما بعرف بقية الغنية. تمام، انا راح اروح اجهز هلا فطوري، وبعدين لازمني اسوي تخطيطي لليوم لانه انا صراحة جايبة العيد في هالموضوع. شايفين شعر المنكوش؟ بعد ما اكل اشبع بطني هيك عشان حالي بالطاقة الإيجابية، وأخذ قهوة أهم شيء، بعدين أروح أتسرح. أنا كتير متأسفة على الوش هاد اللي بخرب. إذا بتحبوا أصوركم فلوجات أكثر عن حياتي كطالبة عيسى، أي حدا بيفوت لكلية تدمير الطاقة البشرية، كلية الطب أكيد يعني. نرجع للنقطة الأولى، إذا بدكم أصوركم فيديوهات أكثر من هالنوع، بس
وصلوا هذا الفيديو ل 6000 لايك. بعرف رقم كبير وبعرف انه تحدي، بس كمان بعرف انه الفروجيتس قد وقده. سو بعدها زي ما شايفين احضر الكتاب تبعي، البلانر تبعي كمان عشان اخطط ليومي. كتير بحبه انا بخطط، انه انا بسوي هيك كانون، بحط هيك شوي بخور تقليدية تونسية. بعرفش اذا انتم بتابعوني من زمان رح تحسوا انه انا كتير متعلقة بالاشياء التقليدية والبسيطة من تراثنا العربي بشكل عام. سو ابلش اقرا ما تيسر من الوريقات. حاليا عم بقرا Start With Why. واذا انتم بتابعوني في الانستغرام رح تعرفوا انه انا من فترة بلشت بقرا في هالكتاب هاد. وإذا بعدكم مو متابعيني على الانستغرام روحوا تابعوني هناك عشان انه نصير رفقات وندردش مع بعض. بدي اقولكم انه هاد مو الروتين المثالي، ولكن انا شخصيا بحب انه اصحى قبل على الاقل شي ساعتين او ثلاث ساعات من وقت محاضراتي عشان اسوي هاي الخطوات هاي، لانه هاي الخطوات انا بالنسبة لي بتحسسني كتير بالانجاز، تعطيني طاقة كتير ايجابية انه انا ابلش فيها يومي واكفي. فهالشي انا بالنسبة لي قاعدة وضرورة في حياتي انه انا اصحى قبل المحاضرة بكم ساعة. بصراحة ما بحب اروح للجامعة على عجالة ومستعجلة ومني ابدا في المود، ما بعرفش انا بتحس انه تعكر لي هيك شوي مزاجي انه انا هيك بروح ركض للجامعة. بحب كل شي هيك على رواق شوي شوي سلولي سلولي. الشغلة اللي بعدها هي الاكل. اخ مين ما بيحب الاكل. عم حاول اكل صحي، فلهيك سويت كورن فليكس وما تيسر من الغلال، سويت هيك عليها شوية رشة عسل. انا بحب الصراحة في الصباح اكل شيء حلو، ما بحب الاشياء المالحة او المقليات في الصباح. الخطوة اللي بعدها هي الميك اب. زي ما شايفيني اكون بسوي الميك اب تبعي واكون بحكي مع مياسم، واذا لاحظتوا ان الميك اب تبعي كتير خفيف. اذا بدكم اصور لكم فيديو بحكي لكم فيه عن الميك اب تبعي شو بسوي بالضبط، ميك اب الجامعة تبعي، اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا من العين هاي للعين هاي بسوي لكم مكياج الجامعة. وكمان اكتبوا لي تحت التعليقات اذا بدكم تشوفوا روتيني الكامل اليومي في كلية الطب، كمان خبروني تحت وانا بسوي لكم. من فين اجت هاي الحشرة؟ بعدها بنتقل لمرحلة الملابس. ملابسي اكون مجهزتها من الليلة الماضية. انا صورت لكم من فترة فيديو عن هالموضوع هاد اللي هو روتيني ليلة اول يوم مدرسة، فرح تلاحظوا انه التفاصيل مشتركة مع روتيني لاول يوم مدرسة. اهم الاشياء اللي انا ما لازم انساها انه انا اخذ مفتاح الشقة تبعي، المية، وكمان بكون متأكدة انه في الشنطة تبعي حاطة اول شيء الباسبور تبعي، اخذ المصرياتي، وكمان بطاقة الطالب اللي فيها تسمح لي انه انا افوت للجامعة، لانه ابدا بدونها ما يفوتوني للجامعة. ويا بس حبايبي تقريبا هذا هو الفيديو، فاذا بعدكم ما اشتركتوا بدي اياكم تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو، تابعوني على الانستغرام واليوناو، وانا هلا بقولكم دير بالكم على حالكم احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمانيا بيبي، سلامات يا هوا، سلامة، كتير 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 بحبكم يا احلى فروجيتس، باي.